مرحبا بكم في السلسلة المتقدمة في صناعة الومضات الإشعارية بتقنية CGI عن طريق برنامج بلندر. أولا قبل كل شيء نتأسف على الانقطاع والغياب اللي صرا في المدة الأخيرة، هذاك لأسباب خاصة، ولكن رجعنا بهذه السلسلة اللي راح تغطي كافة مراحل صناعة ومضة إشعارية من البداية حتى النهاية اللي راح نتخرجوا فيها بفائدة كبيرة إن شاء الله. السلسلة هذه مستمدة من عدة قنوات على اليوتيوب ناطقة باللغة الإنجليزية، أهمها قناة روس مايند ستوديو وقناة بلندر جورو. اللي يعرف اللغة الإنجليزية ننصحه يرجع ليهم، راح يستفاد بزاف بزاف من هاد القنوات. أخيرا ماذا بيا تشاركونا أعمالكم في نهاية السلسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي راح نكون فيها بإذن الله ناشط، وما تنساوش تشاركوا السلسلة هذه مع الشخص ممكن يستفاد منها وتعطونا رأيكم فيها باش نديفلوبي ونطوره في السلاسل القادمة بحول الله.